أمك ولا تجراني يا أمي. بسم الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بالك استأجبتان الله سبحانه وتعالى هاي نحفتي لمن أخيارته سودو هذا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الموضوع كوساف سن أرينير موضوع حقاب السنة هاي أما حقاب السنة هي موضوع عسي قفك بين آذن كأه لب ضنبا ماك الصومرة وحلقة يا ممر لب حق الدنيا ذا يعني لب كذا لب قف بالو وصل ذايا مسلم ها هذا قرابة ها هذا قفك لها هذا دولتها إسلام كيدك مسلمين تدباتي سن واد أركيسا وحيا لها كدعايا مثلا إله سبحانه وتعالى ودمضة سيريا يمن ما أنت أنا ودن كينا الصوماليا لبك كدعايا بضن با لبك سوحاوي أقاري أنا قو كمسلمين قفك هدي لظلمي محا دعايا عفوا يا علي هذا قفكي حدي لظلمي ما حد عاية دتكو بضن كود قبر باكو إيمانيس مثلا شيغانيس وحالة ذا ننكي ساسو إسمي وساسو إسمي ساسي إسمي قبر المسلمة ذا وحال لنا السبر إلهي سبحانه وتعالى قفك وحاكو قصمينا اللي سبحانه وتعالى وكل يعمايو لكن تاس لكم كما وضنو إن حق هذا أذن دفاع عنكرين حق هذا وإن دفعته حق هذا وإن دفعته لكن قف كستو أول الظلمية إلهي سبحانه وتعالى وليه السبر إن الله مع الصابرين مد الأبعاد إلهي كضيع مايو ظلمي مركز تبلا سمي إلهي سبحانه وتعالى خير بوكسين قبل باقو حيقو ترمر قبر دماشي بعد ودبتهي وحكستي قسميسي قبر دا دماشي دي داقه ويقف لقا ديسا ننكا دا قدرتا وحبضن بيسميسا ايضو نوحيتي لما هالله وان كآموسا مركي قرقا ايقو تمادو ننكا ايقو درتا وحكوت دا الهي وحكو بني ميتكا لقرسو وحكوت دا وحكوت دا دا نوعي دا او دن او قبر اللوغا حاجو لكن مع ذلك ويسفرتي كبدي ما حكو دعي حنون باكو دعي وحبضن باكو دعي ودباتونت ادو ودباتوتي اريمو بضن باكو دعي محا وحا صدن كيني وحا صدن وحا كيني قفك وحا ويي ظلمي لغقل ايو قفتا مسكين تا دد بضن بالا ظلمي قار قرابة دا ظلمي نيسو قار وحا ظلمي درسك قار بالنوع با ظلمينا لكن مرها دي اذيقا آد اللي سبحانه وتعالى كو حرنتهم اللي كو ضيعي ماير سدح بي اقبسنتهم إن اللي سبحانه وتعالى لبك اوكاق هذا اذي وانت جوه إن اللي سبحانه وتعالى خير كو بدله إن اللي سبحانه وتعالى يوم الآخرة قيامها اذيقا اللي سبحانه وتعالى أجر بضن كاسية انت ايو حوى ابحضا مركا رنتي قد اهان قفك مسلم كأه وحوي وحيالها صدنا وكل عايو يبعتوين ككل عايو نبى قف كل عايو مثلاً نن عن صاحبنا هاي شركات واسك شركة جود شركوين حرمنا خبرة إن كفى إذا سنة نبى نن وذا شقي لو نبى وذا شقي سنة نن كان وذا شقي سنين وح نمان صاحبها أو قرابة لعق بال اسكو درسدي الا 400 دولار اه ما عند منك يبا وحو كيرنيا او ان ادغو ما شقيسيد اني نو وان شقيا لعت انت ايغول هاد انت سما با اهم با انت انا اقول هاد marka شقدان اني اي دا اي ميله كلا وها وي اي اد نيكي ما حكو دعي وركجا وركجوب انغو اسكو وحانahay dad وحانahay dad saaxiibah dad walaala ah ونيا وشركة أهان وأنا لجوجي مايا إلى أحاليه دم وقاتينكي
ninkii kalena wuxuu yidhi sheekhu ilaahay dartii baan ku sabcayaa sabirkaas alle subxaana watacaala wax badan buu ku siiyey waxaan ku yidhi xadiis ayaan u sheegay xadiiskii wuxuu ahaa nebi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay man taraka shay-an lilah qofkii alle subxaana watacaala dartii wax uga taga cawadahu allahu khayran minha ilaahay subxaana watacaala wuxuu ugu bedelaa wax ka khayr badan wax ka khayr badan wax kastoo aad ilaahay dartii uga tagto ilaahay subxaana watacaala wax ka khayr badan buu ku siin bilficil ninkii labo sano kadib ninkii ninka dhacay xoolihiisana waa dhammaadeen kii kalena alle subxaana watacaala xoolu siiyey amhilo badan baa jirta dadka la dulmiyey idinkuna sheekooyin badan baad haysaan dad la dulmiyey alle subxaana watacaala u gargaaray haddii marka lagu dulmiyo ilaahay subxaana watacaala waa ku gargaaray alle subxaana watacaala khayr badan buu ku siin waxaad u baahan tahay adigu inaad ku sabirto waxaad u baahan tahay in alle subxaana watacaala aad isku xirto waxaad u baahan tahay dulmigaas inuu alle subxaana watacaala aad og tahay inuu alle subxaana watacaala kaa qaadi karo huna waxaa ku soo baxayo arrimo badan in aad adigu xalin karto midda labaad haddii lagu dulmiyo haddii lagu dulmiyo dulmiga lagu dulmiyo alla murugooto oo dhib badan adiga uu kaa soo gaaro oo xataa waxyaaba badan aad ku fikiraysa aad samayn kari weysid waxaa imaanaysa bitaali in dhibaatada adigu nafta ay ku qabsato oo waxaa laga yaabaa qof haddii la dulmiyey ama laga caraysiiyey ama qofka uu niyad jabo siiba gabdhaha siiba gabdhaha iyo dumarka waxaa laga yaabaa noloshao dhan qofka inuu noco stress uu ku kaco dhibaato badan ku qabsato lianna marka horeba qofkan waxaad istiday kuma dulmin karo hadduu ku dulmiyo qofkii marka dhib badan baa kaa soo gaaray waxaa loo baahanyahay in annaga ilaahay aan isku dhibno wax kasto oo dhaco ilaahay subxaana watacaala in aan isku dhibno taas ayaa waxa weeye khayrka waxa weeye ee na siinayso annaguna alle subxaana watacaala waa inoo gargaaraya dadku khayr badan baa marmar jazaakum allahu khayran dhammaan dadka soo galay cumar daahir cabdi obsiye yare rashina bintu soomaal yohan iza isla faarax riyaanta boqorada xaafada arrintu marka waa arrin jirto annagu haddaan nahay dad waddankii ka soo baxay inta waddanka joogto alle subxaana watacaala ha ku sugo waa naga fiican tihiin waa naga sabir badan tihiin waddankeenii ayaa weli ilaa maantay gacanta ku haysaan annagu dhib badan baa jira oo xagga alla joogo gabdhihii wiilashii haddaan mawduuc guda galo mawduucan waa mawduuca qoyska dulmi badan baa marmar ka dhaca labada dhinacba ama rag dhinaca ragga dhinaca dumarka waxaa ka mid ah nimanka soomaalida dhibaatooyinka heysta gabadhii hadday isku dhacaan ay kala fog yihiin biilna uma soo diraayo umana imaanaayo mana furaayo haddii aad ku tiraahdo walaalow gabadhaan labo sanaa ka maqan tahay saddex sanaa ka maqan tahay waxba uma soo dirtid waxbana kuguma haysato ayadaa ku tiri isoo fur aan waxaada kala faatixaysano wuxuu leeyahy sheekho mana furaayo mana dhaqanaayo adigu fiiri dulmiga ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahy dhurwaka almucallaqa ilaahay subxaana watacaala wuxuu noo sheegay in gabadha sida gabar caliqan qof caliqan yaa looga tegin waxaad caliqdo waxaa laga wadaa mana qabtid oo dhaqan maysid mana sii day oo qofkan ma kala faatixaysan marka waxa weeye adigu arrimaha qoyska haddaan si gudaha uga hadalno qofkan aad wax isku leedihiin aلطalaaqu maratan fa imsaakum bimacruuf aw tasriixun bixsaan ima inaad wanaag ku wada joogtaan ama wanaag ku kala tagtaan laakiin inaad dulmiso gabadha aad tiraahdo waa ka goynayaa ama gabdhaha qaarkood nin wanaagsan
oo ku soo biilayo oo wax kasta ku siinayo oo noloshiisa dhanna kuu hagar baxay baa haddana adigu dulminaysaa oo waxa weeye wax uusan ogolayn baa samaynaysaa gadaal baa ka wareegaysaa waa ku afcay waxyaalo badan baa adiga kaa dhacaya inaa asaga dulmisana ma banaano been u sheegto adigana inuu ku dulmiyo ma banaano marka qofka muslimka ah markaad masaajid joogto muslim baa tahay markaad xaafada joogto muslim baa tahay markaad meel kasta joogto muslim baa tahay islaamnimada wax weyn weeye adiguna way ku anfacaysaa waxaan isleeyahay qofka muslimka ah waxa ugu horeeya uu iska ilaalinayo yowmal qiyaama waa dulmiga adulmu dulumaatu yowmal qiyaama dulmiga waa dulumaat waa mugdiyo maalinta qiyaama إلهي سبحانه وتعالى حديث قدس كوبا قال لي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ظلمك نفتي إذا يعني كحرمي والله سبحانه وتعالى يري وجعلته بينكم محرما إذا كنا نحذينا وحن كده جاي محرم من حرام إلهي سبحانه وتعالى وحن سكرب وحوين ويه إذا كنا سيدو كلي إلهي سبحانه وتعالى وإني قربي مكا ظلمك إن أذيك كفقاته دتك اللي أقدرته ونبي صلى الله عليه وسلم عليه حديث كله حليه انصر أخاك ظالما أو مظلوما انصر أخاك ظالما أو مظلوما ولالك وحاوي أقرقار ظالما أصبح ظالما أو مظلوما أنا ما لذلمي ظالم كأ وحي رادين صحابة كان مظلوم كوانو قرنعين أقرقارنا كان ظالم كسي أقرقارنا كحان تتخبط oo dulmiga ka reeba dulmiga ka reeba yani qofka dhalinka in dulmiga laga reebo waayo laba qof baa degantiin qol ama diris baa tiin qof baa kartaran dadku dulmiya oo dhibaateenaya u sheeg fariis oo la hadal oo waxa weeye waani ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqde qofka waxa laga yaabaa inuu waxa ka noqdo adigu maka nicme ku tahay adigu waxa ku tahay arrin wanaagsan waayo ilaahay nabi sallallahu alayhi wasallam amarkiisa ayaa raacday ظلمي وظلمات أدون كمان تي قف سياسية بحول لغو أمينايا أمو حالي ذاتك وح أقبا أقبا ماي وح صنع محراء إنو أساقات وظالم ذاتك لو أترك الحولة هيري مايا نمبا نو يمد مركز كم مسايك نو يمد وانين أوضي أو يمني الله أعلم وحجري صوماليا كسو دقني سدح بقول قفو لاجي أيو أنت وحنو قرت المشار مشارك حكومة كان نك يو أنت ماشي هاست أو صومالية يكون ماشي كشقية لعتي وحوسة تحذيني بقول با لعتي النمصية لعتي نويتي ماذا قال هذا أي كتي ماذا جنيف بكتي ماذا لعتو وسوقة الصومال أنا أقول النمصية الله أعلم شيكوين بدون نصاص وكان لدينا واد أكتهين أو حاوي لبات بدون دك كهيسو أما بلشيد نعا وملك لنا وبهيسو عبد الرزاق ياسين yes from Dubai wa ana qano waxa weeye igara dhahay xogaa luqada Uganda ku hadlayay sirwitan kulabiye saballa subhanahu wa ta'ala uteremo gwangu biyonna biyokora insha Allah ta'ala u jeku beera kun sin kale message ku tagane inta soo luqada Uganda say igara dhahay biin Allah ta'ala nin kan warin message isoo qoray markaa لايف كوجرا اسغانا ان شاء الله تعالى وني باو الله دونا ان هاس ويه ولا ليال الى سبحانه وتعالى خيرك انا غديو كو ودغدغا ظلمي كان ان كعفسن ملكست ان جونو قفك خلط كوضا هكورا عن قبيل هكورا عن وحيا بكري وحكورا على كليا وحن حق ميا من سماه هادو حق يهينا بقول كيف بقول را هادو باطل يهينا كجوك وباطل كذلك هاوو هاوو يي هاوو كعين باطل كجوك خير كان أنكو دك دقنو إلهينا سبحانه وتعالى دماتينا هانا بركيو ميل كستو أنكو سوغن نهي إن شاء الله تعالى إناهاس أيان إذي أوران لها دمان إنتا كجوك تكمبالا جوك أخيار تكرر كمبالا ya inta nagala socoto meelaha kale Nairobi iyo adduunka kale oo dhan kale aad baa waxa weeye u maasantiin wa alaykum salaam saciido
إلهي سبحانه وتعالى خير كان وصله هدي أن أقول منه تتك مسلمين تما أنت هجوله ولي بود ما قلبيت كما ود ما إسلام كو كوير يعني ما كان جونه ود ما إسلام كو كوير وحنو جبهاي إن أماغو دذالنا دذال إيرات بنا لو جبهاي بورشة كوارس إسلام ما حن لو جبهاي مركان حن لو جبهاي دذال إيرات دذال كا حنقدر ميت خير لكن مركز مراقبة الله إلهي إنه نوجده دم بيجي مركان كده أنا مش شهوة أنا قاطم الشبهات وحلا قيلو قف كها حسوس هنا لله سبحانه وتعالى وأركايو إلهي سبحانه وتعالى وحبضا أيو حوي كعلينا يا أنت والله هذا إنه حنقولنا جام كان إلهي هم ويسيرو وهم صور سنينا شقوا حنقول صور جنا يا شيخ محمد مسلمين تلا هذا الحوجة واني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعدي يو كلمتي ماش مناسب كوهيد شيخنا إنو دمييي إلهي سبحانه وتعالى هبركيو كلمة هذه يا ذوقي من بدن بوي نيري إلهي وحين ويدي سنة إنو قلوبتي إنو دادشيو وإلهي سبحانه وتعالى إنو وأنفعه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إلهي سبحانه وتعالى هاي نقدقو إذا كنا هو ذاك لسعوتين شيخة أنه لفديي وشيخة لكنا لسعو ذيك المدة كرمانتين بإلهي سبحانه وتعالى هاي نقو أنفعو وحان كسي أدكينا يا كلمدة شيخة دردارا يروكوبا دردارا كاوحا نقول دردار ميا دردارن که او قائلشن ادت که مؤمنین ته اسکول دردارمان، اسکول دردارمان عبسید ایلای سبحان و تعالی، ایلای و حولیه ای، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ایلای سبحان و تعالی و حولیه ای عبسیدی سوی نیت های دردارن کی وسیعی خلاق دی سوردن أما هو إلهي سبحانه وتعالى أبو ريد مانتود كوي هوري هي قوة دنبابة مركا عبسيدة إلهي سبحانه وتعالى أيان إن كل دردار ميا أني قول نفتي إذا كبلا بيا إن فيه نبول على الليال عبسيدة إلهي سبحانه وتعالى وحي إن فريسا إن قادنو أوامرت إلهي سبحانه وتعالى وأي نكدر عنو يا وحيابه إلهي سبحانه وتعالى وإن قريبي عبد سداسي وإني إن هكتو وحماه أنا أي نوديدو هنا جنا أي نفرتو تسألوا به هي هاي افتفاف كسبورنا وحن أنت راعين يا حديث كوبان إنه أنا جام جام صلى الله عليه وسلم أو ذكرنا إنسان اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن إلهي سبحانه وتعالى كبق ملك استوى أشوفته قف يوم مسلم كاهي وأتبع السيئات الحسنة تمحها وناجى وحد راعسة وأتقدم بيسي حمان حمان حمانته وناكدم بيسي يعني مركب حمان كعده وناكدم بيسي حمانتي وحبابين يو وناجي أو ترترية أما مصحية صدح وح دردارك رسولك صلى الله عليه وسلم ونقول دردارمي وتاب وخالق الناس بخلق حسن تذكر واحد كل دقن تا دقن وناكسن يضبي عطسن تذكر كل دقن وحويان ودردارن عادي هذا قيمة بدن وصوب بني صلى الله عليه وسلم نقول دردارمي إذا سك سوك بكبرين يا آد بني السلام يا خيارته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته هذا ما سيهاي شو محمد برعاوي بالو يقانا قبل مركز الجو وكا مريم ويشكتين معنى الآذن بها ميشك هالله إنك عطك وحاوة تلفونك وهالله واسقا من حتى قرين كريم وهي عطك وكو امتحامنا هاي وحاوة ولا ديدا عن رمقال كأهين نيكا ما نيكا عن شيغا عن شيغا عن الله طا ولا أركا يا وحاوة
إلهي سبحانه وتعالى دمانتن هانا حفيده خيرك من آخر وإلهي سبحانه وتعالى أيان وحاوي كبرينا إن قص قفك بين آذن كمل قص وجوه خيرك هدالا أدق دقي النفط هذا هذه يد الله الله يدن بلا أهل مركز سوى إلهي سبحانه وتعالى وحنكبرينا إنه نودن بدافه إلهي سبحانه وتعالى إنه نودن بدافه إلهي سبحانه وتعالى إنه خيرك نوافجيه مركز وحاول يساس إنه يسكو حسوسنا إلهي سبحانه وتعالى مكذا في عنين فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى إلهي بايقان قفكي الله سبحانه وتعالى سلابا وبقائي قفيك له مركز إلهي سبحانه وتعالى خيرك نوافجيه أمانتين وإلين دعينا يا إلهي خيرك نوافجيه أدى أمها سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.